السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على المستجدات اللي طلعت على مستوى مشروع ملعب دويرة، حيث أن هو كان فيه زيارة على معاينة على وزير السكن اللي تفقد 3 محاور، وهي المحور الأول هو الطريق المنفذ أو المدخل بتاع المركب دويرة على طريق الدائري الثالث تاع مدينة الجزائر. أولا هذه الأشغال، هنا نشاهد الجسر اللي راح ينجز فوق الطريق الدائري الثالث، والمحور الثاني هو المداخل نتاع الملعب نتاع دويرة اللي فيه مداخل تحت أرضية سيدي جاليري، كان 3 مداخل فيه أشغال. هنا ما زلنا في الأشغال نتاع الطريق المدخل أو المنفذ نتاع الملعب، وهنا نشوف الأشغال نتاع لي جاليري ولي زاكسي، يكون فيها مداخل الداخل يؤدوا إلى الملعب، وهذه فيها أشغال تاع حفر دي ترونشي يعني فيها كمية كثيرة كبيرة تاع التراب اللي راح تتنحى. هنا نشاهد الأشغال، جانب من الأشغال، والجانب الثالث من اللي يشوف الزيارة هنا الأشغال داخل الملعب في المرافق تحت المدرجات، فيه بعض الأشغال هنا نشوفوها، وكذلك تنقية نتواياج نتاع الملعب للتحضير للأشغال نتاع تصريف المياه نتاع الملعب. والسلام عليكم.